جبايرك يا تعبان المفازة يا عينك يا جبايرك يا تعبان المفازة شرك حاضر تملي وضميرك في الأجازة وريقة سلسبيل ونابك سن فيل وتقتل القتيل وتمشي في الجنازة وتقتل القتيل وتمشي في الجنازة يا عينك يا جبينك. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المشتركين الشداد الكرام، يا رب تكونوا بخير دايما. هنكمل ونقول حلقة 11 اللي عليها الدور، وهفكرك بحاجة برضو كده، او هنخش لانها يعتبر ملهاش علاقة باللي قبلها قوي. هو اللي قبلها كان قتل نبوية وقتل عزيزة، احنا المرة دي داخلين على قتل نبوية بنت جمعة. ماشي، التانية كانت بنت خميس، دي بنت جمعة، بعد كده بقى المرة الجاية بنت سبت وهكذا. المهم ما علينا، في يوم 25 فبراير زي انتوا طبعا بتقول على الحلقة اللي فاتت ديت ان انا يعني كانت شوية قوي صغيرة قوي يطول الحلقات، رغم ان انا كنت بحسب انتوا بتتضايقوا من الحلقات الطويلة، بس احمد حمدان قال لي يعني انا اعتبر الحلقة اللي انت حكيتها المرة اللي فاتت دي عبارة عن مقدمة. احلى تعليق، عبارة عن مقدمة. احكي لنا بقى، يعني احنا كأني ما حكيتش حاجة في اللي فات. ماشي يا عم، هنقول قتل نبوية. في يوم 25 فبراير حضرت نبوية بنت جمعة، وكانت مشهورة نبوية بنت جمعة بان هي اسمها فهيمة، وهي اللي تعرفت عليها او سكة تعرفها على ريا. منين تعرفت بيها ريا؟ من قبل كده، والست دي كانت زوجة الحاج حسين علي وفيق، واتعرفت عليها هي من فترة مش بعيدة قوي. فقالت لها ريا، اما كانت عندها كده، قالت لها يا اختي انت عارفة ما بتحب تشتغل ست، تقول لها ايه، انت شكلك رفعتي وانت سنك صغير وشكلك صغرتي، بس خلاص انت كده يعني جت على الارض. ماشي، فقالت لها ريا يا اختي انت كل مرة بتصغري وتتغندري كده، يعني كل مرة بتصغري، معقولة الناس كلها بتكبر انت كل مرة بتصغري؟ فطبعا التانية اتحرجت، يعني يو بقى يا ام بديع، يعني الواحدة مننا ليها ايه غير ان هي تهتم بنفسها وشكلها ومنظرها؟ يعني انا عارفة برضو ان انا يعني باين عليها ان انا صغيرة، وهي حيطة تهد عمارة وباين عليها الكبر، مش عيب، بس يعني ما تديش فرصة لحد يشتغلك، تبقى الواحد عارف نفسه وخلاص، عشان اللي يشتغلك ويقول لك كلمتين دول وجابوا معاك نتيجة يوم يبتدي يكمل هيسرح بيك. فكل واحد ايه يبقى ماشي بقناعته وبنفسه أحسن، ملوش ما يستناش الرأي الأول، إلا في حاجات تافهة يستنى رأي. وجيب الصدفة وهي قاعدة عندها نبوية بنت جمعه، احد التجار دخل، والراجل نبوية كانت ضخم الجثة وبتاع مش عارف ايه قوية المنكعين والمش عارف ايه وشكيمة الكلام ده كله بيتقال، فارعة، فالراجل دخل كان ضخم الجثة قوي، وبقى قاعد يبص، ده داخل ينقي كده على طول، مفيش تفاهم، بص كده عينه جات على مين، على عيشة، ايه البت الصغيرة دي نلعب، راح بصص على اللي بعدها مين، سمارة، الله 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 ايه ده احنا جايبين اطفال هنا ولا؟ يبص بصة الرية والبصة التانية على سمارة، يعني مش عاجبني. بخش بص عينه، راح رامي عينه على اللي بعدها، راح بص لقى مين، عزيزة، بص من فوق لتحت كده برق لرية، ايه الحاجات النحيفة دي، احنا عايزين نلعب كمال اجسام يا ام رية، ايه يا ام بديعة، الحاجات النحيفة ده بس الشغل اللي عندك ده هو ده كده بس يعني. فبص النقت
ناحية التانية لا ايه حيطة واقفة ضرفة. قال لي ايه ده، ايه الشغل العالي ده، ده جه امتى ده؟ وراح مختار الست نبوية كونها هجمة شبهه ودخل معها ولابد ان تدخل بها. وبعد خروجه اختارها كمان، يعني خلص معاها الراجل ضاجعها واختارها. بعد خروجه راح طالع وخلص ومبسوط مية مية ودفع الفلوس. جاء واحد تاني في نفس خروج الراجل وقت خروجه وراح جاي يعني عايز يختار بقى ايه نبوية كمان. الله الله الله، هي انت شغالة 24 ساعة يعني مش عارفين لك ايه نظامك. المهم دخل بيها هو كمان، وكان وهي بتقوم تقف كده اللي لفت نظر ريا، ايه ده يا نهاري كبيض، ده انت قايمة بتشخليلي كده وبتعملي هيصة ودوشة من كتر الذهب اللي لابساه، يا خبر ابيض. فبصت للذهب بتاعها كده، ايه ده كله، الله الله الله. والحق يعني بالذات القومة دي والاصوات اللي عملتها دي خلت ريا تصدر اشارة بان نبوية ده انت حق عليك الموت. اه يا نبوية، ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ وراحت مشاورة وجه ساعتها عبد الرازق، وبعد ما بص كده قال لها تعالي يا نبوية انت عجباني قوي النهاردة. وراح واقف يعني راح بيشدها وبيخدها وبيخش بيها كده على الأوضة، يعني مثلا المفروض تقول لا خلي عند اهلك دم، ولا ده وافقت على الفور في ثانية، راحت مبسوطة وفشخت ضبها كده وراحت ضحكة، ايه ده انت هتمن عليا بكده، ده عبد الرازق جربان يا بنتي، ده راجل شغال في حظيرة مواشي وعرباجي، هو مش عيب بس يعني انت لمامة للدرجة دي، ده انت مرات الحاج علي بيها فندي وفيق، حسين فندي وفيق، يعني الست دي بالذات عايزة الحرق. جوزها راجل محترم ومعاه فلوس وكذا وكسيب وتعبان في الشغل ومتبهدل عشانها، ودي ما صدقت عبد الرازق يمن عليها ويجمعها، وافقت على الفور ودخل معاه وقيمت جري مدت كده ومبسوطة، تخيل. وكان منزل حارة النجاة مشغول جدا، فدخلوا قال لك لا يعني الراجل بص، لا عبد الرازق، عبد الرازق مننا وعلينا عارف، الله الله لا في زحمه جوه انا عايز اخد راحتي بقى، ايه ونجعر ونزعق ونشرب ونعمل وكله. فراح دخل البيت اللي هو بتاع امينه بنت منصور او ام احمد النص، ماشي المقابل طبعا له، ودفعت لها ريا اجره الغرفه، قالت لها تاجري الغرفه بكذا، طب خدي. وسال عبد الرازق نبويه قال لها نجيبه ايه نتغدوا، فقالت نبوية يا باشا اللي تجيبه، زي ما تكون جعانة ومن بيت جعان ومستنية واحد يأكلها. وطلب عبد الرازق من ريا ان هي تشتري فسيخ يا زواد وبصل وكنياك، طب انت هتبصها ازاي وريحتها بصل، الله يخرب بيتك. المهم ما علينا، واكلت نبوية الفسيخ وحلت بإيه بالبصل، يا سلام على الذوق الجميل. وأصبح جو الغرفة شاعري يودي السجن، وطبعا شاعري ليه، انت شامم ريحة الفسيخ دي لوحدها تودي في داهية، معرفش انت جايب فسيخ يبقى انت ناوي تقتلها، وبعد الفسيخ كمان ان انت في بصل ريحة بصل، يعني تخيل بقى الميكس الاتنين مع بعض ريحة فسيخ وبصل، يعني برفان ما اقولكش هوجو. فالريحة بقت بقى المكان وبايس خالص، وأحضرت سكينة لما دخلت قلت لها ايه ده، أول ما دخلت ايه الريحة المعلم بها ربنا دي، وراحت جايبة لهم سكينة الحاف وراحت فرشته على الصندرة، وتركت الست اللي هي المتصابية اللي هي نبوية مع عبد الرازق، وتسلل الرجال واحد ورا واحد بعد يعني واحد يالو الآخر زي ما بيقولوا إلى الغرفة. كانت نبوية مسطحة على الصندرة، تقولش يعني نايمة على فراش من نعام أو من أسفنج، يعني ده صندرة خشب وفرشلك بتاع، مسطحة إيه بس يا التسطيحة هنا
جات نتيجة إن الخمرة اللي شربتها كتيرة فراحت ممددة وراكنة مجرشة خالص، ويعني الخمرة دمرت دماغها خالص، شربة إيه جامد جدا، وأخذت تتحسس يد عبد الرازق ولكنها بتمد إيديها كده عشان تحط، يعني برضو بيبقى فيه ريحة فوقان كده، تمد إيدها تشوف كده عبد الرازق آه جنبي، طب ماشي جنبي، مدت لقيت إيد عبد الرازق وبتمشي شوية بإيديها كده، لقيت إيد تانية، مش التانية لقيت إيد تالتة، الله الله الله، هو الخمرة سكرتني للدرجة دي؟ ده في 15 عبد الرازق في الأوضة، يا نهار أبيض. فقالت لك لا إيه ده، ده إيدين كتيرة قوي. ده بص بقى جه في بالها إيه، قالت لك ده هتكون حفلة جماعية، يعني حاجة فخفخينة، ويعني يعني ما تعرفش ان هي على ابواب جهنم الست فهيمه، فهيمه اللي هي نبويه بنت جمعه. فهي هي الاول حاجه جت في بالها كده، تخيل ان هي النهارده هتتمتع بقى وان في 15 واحد هيناموا معاها، فخيبتها خيبه، الست دي تستحق القتل مليون مره. يعني الراجل يعني مش عايز اقول كاتب يعني كلمة وحشة هنا، فمش عارف نقولها باسلوب يعني لغة عربية فصحى مثلا. المهم هو الراجل في الكتاب كاتب ان هي على ابواب جهنم ومني الرجال مازال على، مش هقول الكلمة اللي كاتبها، على فخدها، ويعني ويمكن جوزها اللي اقترن بيها اكتر من 30 عاما لا يدري بأنها تخونه منذ سنوات، لأن هي على الوضع ده من سنين طويلة. ليه ما عرفش؟ يعني كانوا بيقولوا على الست دي برضو ظاهرة تستحق الدراسة، إن دي ليه عملت كده، ادونا سبب واحد. يعني الراجل بيعيش معاها وبرضو بيعاشرها وكله كله كله، سبب واحد. انا اعتقد ان سبب واحد ان دي من اصل خاين متربيه على الخيانه، وشافت الخيانه متربيه عليها من وهي طفله، ما عندهاش ريحه الضمير ولا الوفاء ولا الاخلاص ولا اي حاجه. في ناس طبيعتها كده، انا رايي، ما اعرفش ممكن يبقى رايكم يختلف. تعال بقى نتكلم عن الحاج حسين علي وفيق شويه. كان الحاج حسين علي وفيق كان عباره عن علي ووفيق، بس هنقول اكتر من كده. كان الحاج علي حسين علي وفيق من الناس المشهور عنهم الطيبة، انت عشان كده خدت القفا، تصدق ده السبب بقى اللي فعلا اللي انا ما قلتوش، لان مش كل حاجة لازم تبقى طيب بنسبة 100%، الطيبة حاجة وان انت تبقى صاحي للبيت حاجة. ولكن ماذا حدث حتى تتحول زوجته نبوية بنت جمعة الى مومس لا تكتفي برجل واحد بل عدة رجال؟ كانت نبوية امرأة تعشق كل الصفات الوحشة في نبوية، تعشق ده مدخل بيت علي بيك الكبير للسلم اللي انا بنور فيه ده بالكشاف، وادي المدخل اهو بتاع الحتة اللي اتقتلوا فيها الباب الصغير اللي على الشمال ده. كانت تعشق اكتناز الذهب، تخيل يعني كل الصفات الوحشة، ما دي مش صفة وحشة بس اقصد يعني مع الصفات اللي عندها يعتبر كله وحش. فهو رصدها في الحياة مش مهتمية خالص غير بأن رصدها في الذهب في الحياة يبقى كتير، وكانت دائما تأخذ المال من زوجها. يا نهارك أبيض، يعني أنت عايزة إيه تاني؟ تاخد فلوس تمام متزبطة من الحاج حسين الذي يعطيها له لها عن طيب خاطر، وهي كمان يعني هو عيني بيديها عن طيب خاطر، وهي لا تعلم ومخبي عليها أنه مدين لتجار الزيوت بالمال، وكان الرجل يعمل ليل نهار لتوفير الحياة الكريمة، بلاش حياة كريمة دي، احنا كفرنا حياة كريمة لأسرته برغم الظروف الاقتصادية الصعبة. يعني الراجل مديون لناس وبيديها ومش عايز يقطع عنها حاجة عشان هي تتبسط وتخونه، وبرغم الظروف اللي كانت فيها مصر كانت ظروف يعلم بها ربنا. كانت ابنة نبوية هي يعني سلوتها الوحيدة أو تسليتها الوحيدة، أو يعني هي اللي مالية عليها حياتها في المنزل. ليه بقى يا سيدي؟ لإنشغال الأبناء مع أبوهم في العمل،
وعندما ماتت الابنة الشابة، يعني دي المأساة بقى الوحيدة اللي في حياتها، أثناء إعدادها طعام العشاء محترقة بعد انفجار بابور الجاز انهارت أركان البيت، فالوالد لا يطيق الجلوس في البيت وأخذ يتهرب من العودة إلى منزله، وكذلك نبوية التي أصبحت تقوم أو تقيم بصفة شبه دائمة بجوار قبر بنتها حتى تعرفت بريا فين في سوق الجمعة، وأغوتها لسلوك أنها تسلك يعني طريق الرذيلة. يمكن ده سبب إحنا ما قلناهوش برضو، جه هو لوحده، أن برضو بنتها هي يعني زعلت من الدنيا أن حصل فيها كده وبنتها يعني فرقتها، ففي ناس بتختار ساعتها الانحراف. طب أنا بقى ولا في كذا ولا في جنة ولا في نار ولا في ربنا، أنا أخد مني كذا، طب أنا بقى هنتم أو مش هنتم، يعني هنحرف طز ما عادش هممني حاجة. في ناس بتيجي معاها عكسي بدل ما يلجأ لربنا. وسيدي وأغوتها ريا لسلوك طريق الرذيلة اللي هو طبعا طريق الندم في الآخر أو طريق العار والخزي، حتى إن هي لقت مصرعها بأسلوب أو بأسوأ موتة، يعني لقت مصرعها بطريقة بشعة فعلا، يعني مقابلة ربنا في أسوأ الصور، وكل واحد مات بيتبعس على الحاجة اللي كان عليها. تخيل دي هتروح قدام ربنا شربة وسكرانة وزانية وكله وخاينة وكل حاجة. المهم يا سيدي ماتت من هنا، وأخذت سكينة ملابس نبوية وخرجت بها، وطمعت أم أحمد النص فأصبت نبوية النحاس المطلية بالذهب. طيب ما انتي يعني معنى كده ازاي تاخدي براءة في الآخر وانتي أكيد اهو نصيبة حصل عنك في البيت وجريمة عندك في البيت وتطلعي براءة؟ دي الحاجة اللي تجن على فكرة. المطلية بالذهب، فأصبت نبوية المطلية بالذهب اللي بتبقى بتحط على البرقع اللي بيلبسوه دوت، او اللي اسمه ايه ما مش عارف، هو برقع او مش نقاب، لا هو برقع الشبيكة كده من قدام، وملايتها كمان. فاخذتهم وقد ظنت الاختان بان هي لاحظت ان نبوية لم تخرج، هي فاهمة بس عاملة عبيطة عشان ما يتثبتش حاجة. قالت لك ده نبوية، يعني هما الراية وسكينة عارفين وشايفين هي ملاحظة ان نبوية ما خرجتش من الغرفة، لذلك تنازلت لها عن الملاية، قال لها خدي دي ماشي، والقصبة دي خدي يا ستي كنصيب. قال لك دي يعتبر نصيبها في ايه؟ في تركة نبوية وتحل عننا، يعني معنى كده ان التانية فاهمة ان دول قتلوا ودول فاهمين ان هما مهروشين من امينة بنت منصور او محمد النص. عاد الحاج حسين الى منزله في شارع ابن العوام هو وأولاده، ولم يجد زوجته نبوية. أنا بتهالي أنت كنت ما بتجدهاش كتير وبتسكت. فأخذ في البحث عنها في الشوارع والمستشفيات، ثم سمع همس الجيران بأن غياب نبوية وراه رجل، ثم تذكر حسين أنه منذ أيام وجد رجل يقف على نصية الزقاق، راجل لابس بتاع ده جاكيت والطربوش بتاعه، وراجل مريب كده ومتخفي شوية. وأول ما شاف الحاج حسين هرب وكان مع ابنه، فقال الابن ده حرامي يابا يمكن، فظن الحاج حسين أنه له يد في اختفاء زوجته، كان فعلا ظنه في محله. قال لك يعني أكيد الحرامي ده جاي يتابع حاجة أو يراقب اللي حصل أو اللي عمله، وجاي يستكشف البيت حصل ايه او في ايه. واخذ في البحث عن زوجته كي يثبت للجيران ان كلامهم وهمسهم ده عن زوجته ليس صحيح، دي عشرة 25 سنة استحالة تعمل كده، وانا ما قصرتش في ناحيتها ابدا ولا في اي وقت، وكل طلباتها مجابة، وده ساعات بيبقى ضرر، حتى الطفل ما يبقى كل طلباته مجابة بيطلع متدلع ويطلع اتعود يقشر كده يجيله كل حاجة لغاية عنده، فانت ريحتها نفختك ماشي. وكالعادة الكتاب عمال يلخص على الآخر على الآخر، وماتت نبوية
ومات الكاتب اللي كاتب الكتاب ومات الشعب كله، وهتنتهي القصة متكلفتة. لحد دلوقتي أنا مش شايف تفاصيل في الكتاب. تخيل هو واقف عند موت نبوية على كده. يمكن هيكمل كله في التحقيقات تقريبا 90%. فعندك بقى ماتت نبوية وراح الكتاب فاصل على كده وموقف على كده وراح داخل على تاريخ جديد. بس أنا هكمل، مش هقول يعني هعمل لكم أوفر النهاردة، 2 ضحية بدل واحدة، ماشي؟ يعني في الحلقة الواحدة 2 ضحية. لو عايز 2 ضحية وان تاخد ضحية فوقها هدية قول. جه في تاريخ 12 مارس 1920، سحبت ريا مومس اللي هي مجهولة اللقب، وكله قال عليها مجهولة اللقب، محدش عارف عنها اي حاجة، لا البوليس ولا احنا، غير في معروف اسمها. ولقت حتفها بيد الرجال الاربعة، رجال الاربع رجال دول، واخذت مكانها في مغارة المومسات. وبعد اسبوع من هذا التاريخ ففي 19 دي كده المجهولة اللقب، وكلفتها في ثانية، راح داخل تاني على تاريخ تاني قال لك وفي 19 مارس استدرج. ده احنا كده فعلا هعمل لك الضحية التالتة، يعني كده احنا مجهولة اللقب ونبوية بنت جمعة، خد بقى اللي جا دي زنوبة محمد موسى. يبقى احنا عاملين لكم النهاردة اوفر 3 ضحايا في حلقة واحدة، الله يخرب بيت الكتاب. المهم استدرج فايلك الموت او كتيبة الموت ديت زنوبة محمد موسى وشهرتها حجازية. انا قلت بس عشان هطول الحلقة دي، انتوا طلبتوا حلقة طويلة. كانت متزوجة من حسن محمد زيدان، وده يا سيدي عرباجي، عربية كارو او عربية حنطور زي ما بيقولوا، وهي الام ام الاربعة اطفال. يا عيني. كانت قد تعرفت على محمود يوسف صياد بالبحر واصبحت رفيقته، واصطحب معها ابنة خالتها، يعني هي جايبة معاها بنت خالتها، فطبعا مش هتيجي تجيب بنت خالتها اللي كانت عايزة لها واحد. بنت خالتها دي اسمها ايه؟ حفصة حسن الصعيدي. واصبحت رفيقة صديقه مين؟ علي حسونة. يبقى احنا دلوقتي معانا حسن محمد زيدان، مرافق اللي هي الهانم زنوبة محمد موسى، والتانية وجايب معاها علي حسونة، وهي جابت معاها الست حفصة. خسارة فيك الاسم يا حفصة، حفصة الصعيدي. وبرغم ان المرأتين متزوجتين فلم يمنع هذا من ارتباطهم بهؤلاء. انتم حاسين ان الخيانة بقى امر واقع خالص، وان يعني ممنوع ما تخونش؟ يا نهار اسود، ايه يا جدعان ده؟ ده بحسينك ان متزوجتين ورايحين يخونوا، يلا بينا نخون، يلا بينا نروح نخون. الخيانة الساعة كام النهاردة؟ الساعة 9، يلا بكرة طالعين 9 خيانة. مش عارف الخيانة بتبتدي الساعة كام، بس هو يعني واضح ان اكيد عندهم هم عارفين موعدها، يعني لان احنا ملناش في الحاجات دي يا سيدي. فلم يمنع هذا من ارتباطهم بهؤلاء الرجال، وكانوا يترددون على المحششة، ثم تختلي كل واحدة منهم برفقها. طب فين الرجالة يا جدعان؟ هو الزمن ده كانوا راغين الرجالة، ولا كانت يعني السيتنج بتاعتها ضعيفة، ولا الاعدادات، حد لعب في الاعدادات؟ انا مش فاهم والله جد. يعني الراجل بقولهاش انت جيتي منين وراح فين، ويمشي وراها ولا يشوف ولا يعمل؟ الاعدادات ملعوب فيها يظهر تقريبا كده. وفي يوم حضرت زنوبة بمفردها عشان تحشش وتنبسط مع يعني لوحدها بمزاجها، حتى يعني حاجة يعني استعراض بقى مهاراتها، يعني بمفردها كي تحشش. فيبدو أن محمد عبد العال أعجب بها، فأرادت سكينة أن تتخلص منها. قالت لك بس أعجب بها يبقى إيه؟ لابد أن أدخل بها. فصممت، قالت لك لا أنت معجب، ده أنا هقتل أهلك وهقتل اللي خلفوك، ومش بعيد أقتل عبد العال. ونوت إن هي تقتلها، وصممت على قتلها، ودخلت الشرطة حارة النجاة لتبحث عن مجرم هارب في عالم رواد المحششة، فخرجوا مسرعين من البيت، وأصبحت غرفة المحششة خالية. جميل، خليت لوحدها.
إلا من مين؟ زنوبة وعبد العال. يعني يا أخي ساعات الشيطان بيهيئ الدنيا ويفضي السكة ويوسع لها عشان الدنيا تمشي. وعبد العال وحسب الله وسكينة كانت أسفل البيت لحظة يعني أسفل البيت لحظات، وكلبش عبد العال في رقبة زنوبة، يعني هو بس نزلت كده هي تحت شوية راح أبدي المسكين زنوبة من رقبتها، يبقى ده لا أعجب ولا نيلة. هو هيعجب بس هيقضي معاها الليلة والآخر هيقتلها. كلبش عبد العال في رقبة زنوبة ومع مين كمان؟ حسب الله. ويدوب قتلوها في ثانية، أسرع واحدة اتقتلت دي. وطبعا برضو تعتبر شبه نبوية بنت جمعة، وروحها طلعت مشفوعة باللعنات واتدفنت في أرض المحششة أو أرضية المحششة، برضو حاجة غريبة، برضو متجوزة وراح تخون وقابلت ربها بنفس الطريقة، يعني حاجة يعلم بها ربنا. اتدفنت في أرضية المحششة اللي خلاص بقت يعني بقت مقابر مش قبر. كانت لزنوبة اتنين اخوات، محمود ومحمد، فأخذا في البحث والتحري حتى علم ان اختهما كانت تتردد على بيت سيء السمعة. يا خبر ابيض، جاي تبحث بعد ما ماتت، تاخد اخت بالك على اختك قبل ما تنحرف. فأخذ محمد اتنين من اصدقائه، وهم مين؟ إبراهيم الشكلاوي ويعمل نقاش، والآخر يعمل خضري وهو شعبان مصطفى، وذهبوا إلى المحششة. فخرجت ريا فسألها محمد عن أخته. أختي زنوبة كانت عندي كده، ما شفتهاش؟ قالت له أيوة عارفاه، تعرفيها؟ قال لها، قالت له وأرادت أن تفضح البنت أمام أخوها وأصدقائه متعمدة. قالت لك بقى ايه يعني، تتكسف على دمك شوية بقى، عايزة توريه ان اختك دي كانت ماشية على حل شعرها وضايعة، عشان الراجل يخجل ويتلم وما يعملش بقى مشكلة ويزعق ويشتم ويعمل الكلام ده، وبعدين عشان ايه اما يتكسف الكسفة دي ما يجيش يسأل تاني بقى وتوجع دماغنا في بيت رايا كل شوية. قالت له يا عم انت جاي تسأل عليها دي كل شوية؟ قالت له دي كانت بتيجي هي ورفقها ويحششوا ويقعدوا يحششوا وبيشربوا خمرة وحشيش وبالهبل، ويأجروا الأوضة ويقعدوا يا عم في الأوضة، الناس كلها بتقعد ساعة، دول كانوا بيقعدوا في الأوضة دي بالثلاث ساعات قدام متعمدة، تقوله قدام أصحابه. قال لها أختنا؟ قالت له أيوة. قالت له أو بعدين بيطلع يمشوا متطوحين مش قادرين يمشوا ومعاه رفقة؟ أقول لك بالأمارة اسمه يا اخويا يوسف، مع اسمه محمود يوسف السماك، يعني روح انتوا بقى خبطوا في بعض وقتلوا بعض وموتوا بعض واحنا بره الليله. وخرج الاخ وهو لا يعني الراجل مش شايف قدامه مترين ولا عارف راسه من رجله من شده الكسفه قدام صحابه والعار اللي لبسته له ريا. بص يعني قتلته، كرشته في ثانيه كانه بتقول اطلع بره ما اشوفش وشك تاني، وفعلا مش هيجي. لكن أخي محمود تقدم ببلاغ يتهم في ريا بأن هي ليه بقى ما نعرفش، هو الراجل ده له نظرة، راح مقدم بلاغ أن ريا لها يد في اختفاء زنوبة. ولكن البلاغ حظه الحلو قوي، بلاغ بتاع زنوبة محمد موسى اتحفظ، فده هيخليه يسكت وما يدورش على أي حاجة. والحكاية اللي الكتاب عمال يعملها دي انه بيحكي القضية ويروح جاي قايل لك قصدي الضحية يحكيها ويروح موقف عند حتة تانية 9000%. انا ما قرتوش زيكم الكتاب ده، هيجي في التحقيقات طبعا هيكمل كل قضية حكاها او كل ضحية حكاها هيروح مكملها في التحقيقات. انا بدأت استشف كده 90%. وكده اتقتلت نبوية زنوبة محمد موسى وانتهت قصتها وارتاحت منها سكينة اللي كانت متغاظة منها جدا وعايزة تموتها. والكتاب داخل على ضحية رابعة، مش معقولة هقول لكم 4 ضحايا في حلقة واحدة.
ده كده أنا بصرف ببزخ وهروح في دهية يعني ما ينفعش. ونكمل الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.